هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين السلام عليكم ورحمة الله. يا بقرة صبي لبن. صبي لبن ولا صبي صليط؟ قول. من بداية عاصفة الحزم وقناة العربية الحدث قد قتلت المخلوق 9 مرات وعبد الشخوة 42 مرة، وإحنا نركز نقول خينا صدق. وبعد 2.5 سنين هبي دبي يشرح الحاك بكله لروسيا، قلنا بشارة خير. خلاص ضغط التحالف لتفكيك المعسكر الإيراني الروسي الإنقلابي وبيرجع لنا بالحسم في اليمن، رجع لنا بناتاشا. تعالج المخلوق يا الليل، والعربية اللي كانت تقتله بالحدث في اليوم مرتين تزنط إنقاذ حياة المخلوق للمرة الثانية. منو قال لكم أولاً إنه صياد هذا في بو حاجة؟ ولحم مع علي الحوتي لززه قليل في 70، والقصة انتهت بردود وملاطيم وشطات صور. فريق طبي خاص يا تحالف عادوا تجمل من العلاج الأول بسكوت يزاغفهم لجيزان ونقران ومكة، دكان دكان قولته. عاد مخزون الجمال الأول ما قد انتهاش عنده. تخيلوا بعد الجمالة هذه إيش بيعمل؟ الله أعلم وين بتوصل الأمور. طيب من باب المعاملة بالمثل، معانا في تعز بس 20,000 قريح، كيخلوا العلاجات بس توصل من غير ناتاشا ولا سيرجي؟ مش تزاخفوهم بالمينا؟ لا وصلت مساعدات من هنا ولا هنا؟ هبوا لنا رقم بوتين يتوسط للعيال. ما فيش تهمة اتهم بها المؤتمرين خصومهم إلا وطلعت فيه. مكنوا الآخرين، أنتم قطيع، أنتم بعاع، وهم بعد التيس حقهم من ضاحة لمرضاحة ولا يقولوا آح. بالله عليكم هذول اللي لقوا الخبط والضرب والتكسير، هذا وهذا وهذا وغيرهم، لما لقى وقت العلاج جابوا الفريق الطبي للمخلوع. هذا حقهم المسكين، المحامي كيف اخطبته بلورات. قطعوا علي خط ونزلوا منها 2 في البداية. أنا نزلت أتكلم معهم، عدنا أتكلم معهم إيش الموضوع، وجيت واحد قام ضربني في عيني، والثالث نزل والرابع نزل بعده، وكان معهم قصيب حدايد ضربوني بها ضرب مبرح. أنا خدت الضربة بجد، أنا خدت الضربة بجد، أنا خدت الضربة بجد، أنا خدت الضربة بجد، أنا خدت. بس دغدغوه، وهذا مثال غيره قرح راسه. المهم الخبيط عليكم والعلاج له، منو البعاع ذا الحين؟ خلوني محلق الأسبوع الماضي، الزعيم تعبان، الزعيم بيعمل عملية، الزوكا قالوا انهيار عصبي، وبن حبتور نذر بكبشة وفايقة طول الليل والنهار ويتبخر، وطارق رايح واقي بالملحامي عند باب غرفة العمليات تقول الله القاهر مرقل. عوافي يا جماعة وباسور مدري ايش اصله. المهم ينتعوه، ها ليش تطولوها وتعرضوها وطائرات وفريق روسي وتتعبوا ناتاشا وعندكم اهم الكفاءات؟ اهم الكفاءات هذه بالزاردية ودهان روح الموز وخلاصات اعشاب الخنطف ومحوى وعروس من حق حسن زيد ومشية الامور، وها ومنزلي مثليك مثل الناس. شفت كيف يا ابو عفشفش؟ الانسان يحتاج برضه، يحتاج 33 سنة وانت عامل للناس مسالخ يموتوا فقط في الطوارئ، ما عملتش حساب انك كمان بتحتاج في يوم من الايام علاج باخر عمرك. لكن على مايو كلينيك شوف كيف ما دامت شاباك، واليوم تتعالج بمستشفى بناها خصومك.
شوف احنا ما نشمتش في المرض، بس انا داري انها مش قوى لا غير. يا رجال لو قلعوا لك ضرس ضرس ما بتخرجش يوم تاني مزخرع كده، ما باله وقد عملوا اصحابك مناحات وخلوها فتح القسطنطينية، والنسع الربح نبع والعواضي جايبوش الواو. هنا موجود يا فندم. ليك الواوا قص الواوا خل الواوا يصحي صح، لما تستر الواوا شلته صار الواوا بح. ليك الواوا بوس بوس الواوا، وبعد البوس ده لافين؟ هنا موجود يا فندم. حمية الطاسة عند المخلوع أبو عفشفش. وين قال الشاطر؟ أو شاطر هبلوا هبلوا للموضوع، مكنوا الولعة. الملايين من اليمنيين تابعوا بقلق مجريات الفحوصات الطبية وإجراء العملية، وخاصة في ظل الشائعات التي روج لها البعض عن صحتكم العامة. أيوة هذه الولعة الأكبر حق المخلوع، المقابلات والتصاوير والميكروفون. يا عيني أيوة يا شاطر، الملايين ما كانش يجي له نوم من باطل القلق على الباسور، بس جديد نشوف الشاطر مذيع ما خرجوا إلا الشديد القوي. مذيع البواسير صفخ 200 سؤال دفعة واحدة. أيوة فك الأوتوماتيك. فما هي نوع العملية التي جت لكم وما هي نتائجها، وهل هناك مضاعفات أخرى أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لفخامتكم، وما هي كلمتكم التي توجهونها للشعب؟ لوك 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 ما تزعفش، خبلت أبو صكعت 40 سؤال وعادوا تعبان الرجال قايم من مرض من عام. دلا دلا عليه دلا 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 عليه في المطبات يا شاطر، 40 سؤال سكعته وعادوا الرجال تعبان بيفتكوا على الخيوط. شوف كيف عاد مسوم ربشته، بس يستاهل يستاهل، هو قابل روحه أول ما فاق من البنك. وين الشاطر؟ هيا قاوب يا قني. ايش في؟ اجريت عملية من قبل فريق طبي روسي وبمعاونة الأطباء اليمنيين، وكانت العملية ناجحة بكل المكاييس. يعني اطمن حسن زيد، كان قلق عليه قلق لدرجة من كثر قلقه وعدم تقبله الفكرة انك تتألم يا مخلوع، كان يطالب بثقوب راسك، كان يقول بالفيس راس الحنش وما أدراك ما راس الحنش، وما بقاش بصفحته غيرك شغل وعمل طول ما انت تحت الروس يعملوا عملهم. بس الآن خلاص فرحت كل الملايين حق الشاطر بنجاح العملية بكل المقاييس كوم وورطة حسن زيد كوم. المهم يا زعيم طمنا، ايش شلحوا الروس وايش بقوا؟ خد نصك تشليح، الوجه من الرائي والأسنان إيراني والكوع ياباني، ليش جابوا لك قطع خيار ذي المرة؟ للإذن والحنجرة، للمعدة، للقلب، لكل شيء. ليش ليش؟ للقلب مع قلب. أوف على إشاعة، ناقص تقول إنه عندك دم كمان. كمل كمل كمل، ومرض الغرط فيك ولا كمل ولا بتلقي له علاج، ما الباقيت والله ما فيك شيء. قال استبربل لك وتتآمر وذولك يخدموك، ده عند الحين كأنك بالقبهة. هيا هيا قد باقي معك 7 أسئلة من حق الشاطر، كمل كمل خلصنا. والعملية الجراحية هي للعين اليسرى اليسرى للشبكية والمياه البيضاء اليسرى، وبعدين تردد ارتبش عيونه كثير. ايش قلنا بنقول؟ ايوه صح قلنا اليسرى، مراجعة للخرطة للشبكية قلت لي، ها كملت شبكاتك الأولى زطوها عليك الحوذة، ده الحين شبكات جديدة على 100 بيضة، كل الأول راح. طيب اللي يعمل عملية لعينه يخرج كده ملصق ثاني يوم وما يفكوش الرباط إلا بعد كم يوم، مش ثاني يوم يدور الشاطر. والله لو هو مضاد حيوي يا رجال، لو يغيروا سطب للزيارة إنه هذا اللحام بهين كذا، يقلعوا السطب المصدوم ويركبوا الثاني ويحطوا لحام ولصقات أسبوع لما ينشف. المهم كيف الآن قدك بتستضي؟ بتشوف وين وديت البلاد والعباد، ولا عادك متصص بحقدك وثاراتك؟ ماذا الحين أمانة ما الهلا عندك إلا شكرا سلمان، ولا كيف؟
ومشكورين الفريق الروسي الذي أولى عناية خاصة ولفتة كريمة من قبل القيادة الروسية برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، فكانت لفتة طيبة. أيوة صح، يبدأ بشكر الفريق الروسي وبوتين طول عمره تعالك سلبطة يوم من ذولا ويوم من ذولا وعليها 40 سنة وهو يلاقي من يتصدق عليه والشعب يموت والملاريا والكوليرا الشعب كله يموت في بيت. المهم الآن أكيد بيشكر السعودية، أكيد بيشكر السعودية اللي سمحت للطائرة إنه تنزل، أكيد بيشكر السعودية. ها يلا قول. ولنا في انتظار مجيء الفريق الطبي الروسي أكثر من سنة، لن تسمح لهم غرفة العمليات عمليات العدوان الموجودة في الرياض بالوصول إلى اليمن. أوبا برضو عادهم عدوان لمؤكة، مش اللي قد كنت عور وخلوهم يشبكوا لك الوايرات. ابني كان طالع على الطائرة من الأردن، لن تسمح لها السلطات السعودية بالذهاب بالمجيء مع الفريق الطبي الروسي. ابنك يعني يا قليل المعروف سمحوا للطائرة والفريق الطبي وزعلان انه ابنك ما تعنقلش معاهم، ما هو ممنوع تعنقل حتى فوق هايلوكس مش الا طائرة، قال لك ابني ما سمحوش له، مو كان مقصات العملية هو ولا التنتور معه، كان ما يتبرع لك بعين مثلا يزيد يوصل لك الليد ولا ما سبرت. تستاهل السعودية مرة بعد مرة وانت تصروعهم وهم ما يعرفوش مع من يتقملوا، ما بلا خيرته. فاصل ونرجع نواصل مع زعيم التشريح، ابقوا معنا. هيا بكم ومرحب، فريق طبي روسي وطائرة خاصة وقصة عشان العين اليسرى للمخلوق وعاده ما فيهاش فوق. هلا شكرا بوتين. طيب قد اسمعكوا، كانت بتخليهم يعاينوا لهم كم قريحة ومصاب من اللي عندكم من ضحايا الحرب، أما جرحانا لهم الله. كان عاينوا وقارحوا لاثنين ثلاثة أطفال مثلا جنب عين الزعيم وبواسيره ويخرج يستعرض بهم كأنت بتكون حاجة واو. فاكرين بوثينة عين الإنسانية اللي تشاقصوا كلهم عليها، كل واحد يفتح عيونه، اللي لما أخذوها بقية أهلها للسعودية تشوف لها إلهي، قلتوا خيانة وبيع ويا غرة الله. هيا بوثينة دي منها كثير والله، الله كريم لو كان شافوا لهم مجموعة يعالجوهم قدوا حق المشوار والهدايا، لكن ما من صياد لبن ولا دعاء واحد من باع المخلوع أو حلفاء الحوثة قال عاينوا لنا هذا المدني على طريقكم يا روس وبوس الواوا. لكن القصة لا هي قصة علاج ولا أم الجن، المخلوع جالس يبرم ويلف يدور له على مخرجة. أين الشاطر؟ هل صحيح أن هناك ترتيبات لسفركم خارج اليمن؟ في هناك دعوة من أحد المعاهد الروسية. معاهد ولا ملاجئ؟ دعوة الوالدين وقومت فقر، دعوة للفحاط لحضور مؤتمر الطاولة المستديرة لمناقشة محطتين، المحطة الأولى الإرهاب وكيف يتم مواجهة الإرهاب. يا عيني اليسرى، وما عاد لا قيوش الروس من يناقش الإرهاب طبعا إلا أبو الإرهاب، خبرة ما فيهاش جدال، خبرة 33 سنة في صناعة الجماعات الإرهابية وتفقيسها، ما حد قد استقبل الإرهابيين بدار الرئاسة إلا هو. واسألوا محمد ناصر أحمد، أسألوا ومجلس الأمن إشي قاعدة وإشي حوثيين، حتى قد كان بدأ يحضر رسالة ماجستير رؤية العفافش لاستزراع داعش، عشان كذا لازم يستضيفوه على الطاولة المستديرة كما هو تخصص لعب من تحت الطاولة. كمل. المحطة الثانية هي كيف خروج اليمن من هذه الأزمة ومن الحرب الدائرة في اليمن، هذه المحطتين الذي فهمتها. ما هذه المحطتين قد فهمناها كلنا وفهمها العالم وفهمنا شغلك في الإرهاب وتدمير اليمن، لا لا حقها الله خير، فين قدك تشتي تفحط؟ قال له مستديرة يا حما علي، إليك أعمل له مستديرة هنا حول المربع حقه، ركز. قال قد بيبحث تلبية الدعوة،
يعني ما يحتاج الى السفر للخارج على الاطلاق. السميل خرج من الجنه. خلاص يا عم علي خلاص غير رايه، ما عاد يحتاج. حتى انا برضو اشوف كذا. صح يا ابو عفشفش؟ كله تمام؟ صحتي في خير والحمد لله، ولا عندي اي مشكله. بس مكوى تعبان، راس تعبان، دكتور دب ابرا مكوى. قالوا وزير كبة الانقلابيين ابو الشعافة الحسن زيد بعد ما وظف هبشة من العائلة في وزارة الشباب والرياضة وصناديقها انكشف تعيين توظيف ابنه اللي يدرس برا، يدرس برا طب، عينه مدير لمكتب صندوق رعاية النشء والشباب. ثارت عليه ثائرة، ثارت عليه ثائرة القوم. بدل ما يدعمه ويسكت الا عاده يقاوع ويحط صورة ابنه ببروفايله على الفيس. نعم ايش؟ ايش بتسووا؟ على عينكم. تهانينا للدكتور احمد بالقطقاط المبكر. قالوا بعد ما جه الوفد الطبي الروسي عشان عملية المخلوع، وزير صحة الانقلاب دكتور الاسنان بن حفيظ قوى قلبه وقام يهنجم، قام يهنجم فوق المشرف الحوثي الدهلمي ومسحبوا الارض بالوزارة وخلاه ما يسوى قرش قدام الموظفين ووصلت بينهم للسماء. تمام بس قول الحين دكتور علي كذا بس تمام حيل يا حي. انا اقول لك ما تحضر ما تحضر اخرج يا بس ما تحضر ليش؟ خلاص خلاص يا عم سلام مش مالك انا قاعد معاك كراك وين كراك من حقك؟ وين هات؟ انا عارف مش فضاحي مش مرفلاحي. انت المرفلان بطل يا اخي. 19 غايب ليش؟ 19 غايب عيب لانك تسحب كل الصلاحيات وبسحب الان الصلاحيات كلها عليك تمام ولا لا؟ وين عبد الناصر؟ هات لي قانون فوق الكل، قانون فوق الكل. القانون لما تحرر الادويه تبيعها بالسوق هات الورق. تعال قص الان تعال بعيد تفتح كباري. كيفك تفتح كبارك؟ غصبا عنك ادفع غرامزي. ايوه اديله اديله يا ابن حفيظ. قد صبرت على اللطم كثير. قلبك قوي ماذا الحين؟ قد زعيمك بيشوف باليسرى، يشوف بالتنتين ده الحين شغل روسي. قالوا الزماط علق على لبس البدلة التنظيمية اللي كان يلبسها ويشتهر بها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. ما عاد يظهر هذه الأيام إلا بها وما يتصور إلا بها. فاكرين استراتيجيتهم؟ جمهورية بدل جمهورية، وسبتمبر بدل سبتمبر، وديل بدل دين، احتلال وتزريق وإحلال لكل شيء، حتى الصورة الذهنية للرئيس الحمدي. يشتي الزماط يقول بها كاب. تشتي تقع حمدي يا زماط، تشتي تقع حمدي يا زماط. الحمدي كان يبني مدارس ما يفقراش، الحمدي كان يشق طرق ما يلغمهاش، الحمدي كان يدي وظائف للشعب مش للقاوقات بس. واهم شيء، اهم شيء ركز معي بهذه، اهم شيء الحمدي كان يدي اعلى رواتب ما يزرطها اشياء ولا يقول لا هو ذاك سلمان. قام الانقلابيين وعملوا عرض عسكري كبير ومناورة اهتزت لها الجبال. وين؟ في أطراف محافظة تعز. ومن حضر؟ أغلب قادة الانقلاب الحوفاشي. ومتى؟ أول أمس وفي عز الظهر والنهار. آلاف المقاتلين ومئات الآليات العسكرية الموجهة ضد أطفال ونساء وأهالي محافظة تعز. خلونا نشوف. كل هذا طبيعي. اللي مش طبيعي خالص انه ولا طائرة للتحالف حلقت. استمر العرض والمناورة لساعات طبعا في مكان مفتوح زي ما شفنا، وتصوير وبروباغندا واستعدادات. واكيد واكيد بعد العرض استغرق التوزيع ساعات. كل هذا حصل والتحالف يسمع شيل الظاهر. بس في الليل الله 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 على الليل
انتبز عصيري وحقوا الاستخبارات وهبوا. اي والله هبوا وحركوا كل الطائرات والقاصفات، كل الطائرات ور 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 ور، تعز هنا وهي راحت هناك. صحراء القوف بالليل والحالها الطائرة بدون محرم، واستخبارات العسيري زودتها بإحداثيات أخطر، خيمة تهدد أمن المنطقة وصاروخ موجه من الترسانة الجبارة، ودقوا أربع فتيات وأمهم وأبوهم وعيال أسرة هاربين نازحين يرحموا الله، صاروا هدف مهم للتحالف. والطائرة الثانية قامت زعلانة من العرض العسكري اللي بتعز وراحت البقع. إيش عملت في البقع؟ قصفت وقتلت 8 جنود للشرعية مرابطين هناك ضد الإنقلابيين. ملايا تحالف قمتوا للمخلوع فريق طبي روسي يعالج عينه اليسرى. إيش رأيكم؟ قود الفريق موجود بصنعاء قريب. والطائرة بلاش من حقكم، خلوه يجي لغرفة عملياتكم يفحص حالة الحوالي اللي انتوا فيه، حالة العمى والطفح والتفاهة اللي تتكرر كل يوم، عروض عسكرية ومناورات وحشود ومقاتلين، وطول السنتين دي ما فقعتوهمش حتى بحاجة الصوت، تتركوهم وتروحوا تتصيدوا لكم النسوان والأطفال ببقاع اليمن، ولا لوكندا شقاء ولا عزا مكالف ولا سوق. نبهوا الناس وصاحوا وتعبوا وخالطوا، أخطاء، إرباكات، معلومات غير دقيقة، عسى تكون آخر البلاوي. ما فيش فايدة ترسلوا لليمنيين طائرات تقصفهم وللإنقلابيين طائرات تعالجهم. يا ناتاشا يا ناتاشا، برأس أمك على طريقك انت والعويلة الروس، مروا على الرياض واسألوا على عسيري، اسألوا على عسيري وابن سلمان، افحصوا لهم العيون والقلب والأعزاز. هيا وش ولا نقص. السلام عليكم. Blah, 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 blah.